لاعبين انا متاكد ان النتيجه هذه راح تضغط عليهم. اللاعب ذو كان بين وبين اقرب نفس علامه وعشر وبين وبين صاحب المركز. كم كان ذو؟ 16.266. كم؟ 16.266. حيانا انا اقول لك النتيجه ما راح تضغط ولا شيء. محسومه. ما شاء الله حقق 16 والباقيين 14. نعم. روتنيك اكسياو روتنيك بدأ طبعا اداء رائع امس حقق 15133. صعوبات عاليه، في اخطاء بسيطه ممكن تكون في الاداء لا تذكر، بس كابطال عالميين الزاب العشر الثاني من الحسومات هاي بتاثر عليهم. جملته رائعه جدا، تحكم في الجسم، بقدم متطلبات بشكل ممتاز ومميز. رائع اللاعب. تحكم تام. أخطاء بسيطة جدا جدا. نهاية أروع. جملة نظيفة. صعوبات عالية. يعني أنا بتوقع اللاعب يكون علامته قريبة من 15. مش أقل من علامة أنا. صعب أن تكون العلامة اليوم أقل من علامة أنا. طبعا. اللاعب الصيني أدى جملة حركية رائعة جدا. أداء رائع. راح يكون عندنا بعد اللاعب اللاعب الصيني الآخر زو. تحكم تام في جميع الحركات. بأدي المتطلبات بشكل رائع. خمسطعش حكم 133 أمس وكان في المركز الثاني. اليوم لسه الحكام في انتظار النتيجة. في انتظار النتيجة طبعا. والمتوقع أنها لن تكون أقل. أكيد. جملة حركية رائعة رائعة. اها 15 افضل من يوم امس 233. مثل ما حكينا كابتن انه مش راح تنزل علامته عن 15 درجه. صحيح. لغايه الان هو لاعب يحتل المركز الاول. الاول من الاربع لاعبين اللي شاركوا لغايه الان. هذا اللاعب الصيني الاخر، برضه اللاعب الصيني الاخر راح